هل الاسم والتشهد بالحمام وعند الوضوء حرام ام حلال؟ ينبغي له اذا توضا فيكون تشهده خارج الحمام افضل، لان الحمام محل قدر، يكون اذا توضا يخرج ثم يتشهد يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله بعد خروج الحمام، هذا الذي ينبغي يكره في داخل الحمام، لان لا ضروره الى ذلك، بامكان ان يصبر حتى يخرج. اما التسميه عند بدء الوضوء اذا كان وضوءه بالغساله الداخليه فلا حرج، لان التسميه واجبه عند جمع من العلم، فلا يترك الواجب لاجل كراهته، فالكراهه لا تسقط الواجب. فاذا كان مغسله من داخل سمى عند الوضوء ولا يضر ولا كراهه في ذلك، لان التسميه واجبه عند جمع من العلم. اما اذا تيسر يكون وضوءه خارج، يعني تمسح خارج الحمام، هذا حسن حتى يسمى خارج الحمام. ولكن اذا كان مثل ما هو المعروف الان موضع الغسل والغاسل من داخل الحمام، فانه يسمي عند بدء الوضوء، عند بدء ما يغسل يديه للوضوء، ويسمي ولا حرج في ذلك ولا كراهه، لان التسميه واجبه عند جمع من العلم.